وحول العلاقات البحرينية الكويتية، أكد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين أن العلاقات التاريخية بين البلدين مبنية على أساس قوي ومترابط، مؤكدا أن الدعم المتواصل والتوجهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخي صاحب السمو أمير دولة الكويت حققت المزيد من الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. العلاقات الكويتية البحرينية مهما استخدمنا من مفردات دبلوماسية وسياسية لن توفي حقها، لأنها علاقات تاريخية متجذرة متينة مبنية على مشاعر الحب والأخوة الصادقة والروابط الاجتماعية والمصير المشترك. البحرين بالنسبة للكويت هو الأهل والأسرة والعزوة والعون والبيت الواحد. أسرة آل صباح وأسرة آل خليفة الكرام هم عيال عم، وبينهم كان تواصل منذ عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. كذلك الأسر الكويتية هناك تقارب وصلت قرابة بينهم وبين الأسر البحرينية، وهذا الشيء يتوج العلاقة الفريدة بين البلدين. فأنا أشعر أنني سفير لبلدي في بلدي، ومن خلال التوجيهات من لدن حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهم الله ورعاهم في دعم وتعزيز المصالح المشتركة في كافة المجالات بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.